الإعلام في مصر التوك شو المسائي، توك شو أولا حالة منافسة كبيرة بتحصل، وثانيا بقى في ترقب من المواطن إن هو ينتظر بالليل القضايا اللي هتطرح إيه. وعندنا أبعاد كتير من قراءة حضرتك لبرامج التوك شو اللي بقت كتير موجودة في مصر المسائية، قيمي لي بقى، اديني تقييم عام لهذه البرامج في الفترة اللي احنا فيها ووصولها للمرحلة دي. هو طبعا برامج التوك شو دي مهمة جدا، بس احنا لما جينا اخدنا التوك شو بالمفهوم بتاعه ما طبقناهوش بالمفهوم اللي هو موجود، يعني حطينا التاتش بقى بتاعنا. حطينا احنا خرجناه من الاطار بتاعه، وبقى في النهاية هو برنامج سياسي حواري بيجيب افراد، يعني بيجيب شخصيات وغالبا بيكونوا مختلفين في الاراء عشان اعمل نوع من المشاهده والجاذبيه، واحيانا ممكن يتخانقوا مع بعض يا حبذا لو ضربوا بعض بقى. وضربوا بعض واتخانقوا وواحد ينسحب. يعني المفروض ان هي برامج التوك شو ما هياش اول ما هياش سياسيه فقط، احنا حطيناها لدرجه ان احنا جينا في فتره اعتقد حاليا الجمهور بدا يمل يمل فكره فكره اللي هي البرامج اللي هي اللي بقت مقابل للبرامج السياسيه. يعني المفروض ان هي دي برامج حواريه، المفروض الجزء الاساسي فيها هو تواجد الجمهور، والجمهور مشارك معاكي في هذه البرامج، ما هياش مجرد يعني مذيع وضيف. مذيع، كمان مذيع بياخد حوالي ساعه بيتكلم هو وبيقول رايه طبعا في القضايا، واحيانا بيفهم بيدلو هذا بدلو. الراي، ياخد ثلاث ارباع البرنامج يتكلم على رايه في الاحداث. طبعا ده الشكل احنا اللي يعني اعتقد احنا كده اللي ابتدعناه، لكن هو مش طب في النقطة المفهوم دي بقى يا التوك شو. دكتورة، احنا كده عملنا مدرسة جديدة، ده بجد فعلا مش بضحك. انا بتكلم مدرسة بجد، التوك شو المصري. عملنا مدرسة توك شو، يعني انا ده اقدر اقول ان احنا ابتدعنا كاعلاميين مصر في توك شو، وجدنا مدرسة للتوك شو ليها طابع مصري بتاعتنا. تقدري تقولي كده بس بالمعنى اللي هو اصل مدرسة، كلمة مدرسة ان هي حاجة يعني حطينا منهج جديد. طيب تبقى انت يعني قائدة ليها، او يعني حد يبقى ايه يتبعك فيها، يعني بسمات معينة بقواعد باسلوب معين. لكن احنا ما هو ده فكره ايه بقى، انه ده نجح في برنامج زي كده بهذا الاسلوب يبقى الكل يشتغل على نفس الاسلوب. كمان حتى بتلاحظي ان البرامج دي يعني نفس الاجنده بتبقى تقريبا واحده، يعني بتبقى موجود، يعني الموضوع ده موجود هنا وهنا وهنا، وده طبعا يعني احيان كتيره ما بي يعني ما بي يعني بي بيبقى نوع من عدم الاجتهاد ان انت تجيبي قضايا من الممكن قضايا مش هي يعني مش بيتم التركيز عليها. يعني فاحنا من ناحيه ان دي تكون يعني حاجه اسلوب مميز لينا، فهو فعلا بالنسبه لنا اصبح اسلوب مميز ومختلف عن فكره التوك شو بمفهومها اللي هو احنا يعني تقدر تقول عنها ان هي برامج حواريه، المذيع ليه النصيب الأكبر فيها يعني نص تقريبا البرنامج، فطبعا مختلفة عن فكرة التوك شو الحقيقي. يعني سؤال بجد برضو تاني في نفس الموضوع، تتصوري حضرتك الموضوع ممكن يكبر ويبقى منهج، ويبقى فيه أجيال جديدة طالعة على نفس الأداء ده، ويبقى فيه في الوطن العربي بقى ناس بتقلد الفكرة المصرية في التوك شو اللي هي المذيع بيكلم ساعة وربع والضيف بيكلم ربع ساعة؟ هو ده للأسف بيحصل. ليه؟ لأنه أنت بتقدمي من خلال البرامج دي هو نموذج للنجم. يعني ما هو دلوقتي اصبحت ما بقتيش تتكلمي على حاجه اسمها اعلامي او مقدم برامج، تتكلمي على نجم بقى مشهور سواء هو كان صحفي او كان يعني مقدم اعلامي برامج او هو ليه لانه عمل لنفسه شخصيه وعمل لنفسه راي وعمل نفسه دور وعمل، فطبعا ما اصبحش يكتفي بالوظيفه العاديه اداره الحوار او نقل لاداره المعلومه. حوار او اداره نقاش، فبقت المساله هنا مختلفه. فلما انت بتقدمي هذا النموذج كنجم وكهو ده اللي بيحقق